في مسؤولية لكل الأهالي بتنمية الذكاء عند الأطفال، وأكيد هيدا الذكاء ما بيقتصر على الذكاء الأكاديمي، لا كمان لازم نحن نعلمهم الذكاء العاطفي. ولما نقول ذكاء عاطفي، مجموعة من المهارات اللي بتخلي الطفل من عمر صغير يعرف كيف يحدد مشاعره، كيف يتفاعل معها، يهتم فيها، ويهتم أيضا بمشاعر الآخرين. قديه مهم موضوعنا اليوم يا رشا؟ أكيد هايدي، اليوم وقت عم نحكي عن المشاعر عم نحكي اليوم عن مهارات التحكم بمشاعرنا، إن كان بانفعالاتنا، بطريقة تعاملنا مع كل المواقف اللي ممكن نتعرض لها. بنشوف في فروقات كتير بين الناس، في ناس بتعرف تتصرف بشكل ذكي، بنقول هذا الإنسان ذكي، قدر باللحظة المناسبة يتصرف بشكل المناسب، وبنقول هذا الشخص ما تحمل، كان غضبه كتير ثائر، وهون كان الذكاء العاطفي عنده شوي ضعيف أو ما بيمتلك هاي المهارة. اليوم عم نحكي عن التنشئة النفسية والتربوية، وضيفتنا دائما وهي من أهل البيت الأخصائية رائدة بعكر، وهي باحثة بالذكاء العاطفي، رح تخبرنا أكثر كيف قادرين اليوم أنا أضبط أعصابي مع هايدي وما صبح عليا برواق. حبيبة قلبي، حبيبة صباح الخير أول شيء، صباح المشاعر الإيجابية وصباح التفاعل وتفاؤل، إن شاء الله تضل كل أياماتنا هيك كلها مشاعر حلوة. أكيد هذا الموضوع صباح. أهلا وسهلا فيك أستاذة. بداية يعني حكينا هيك مقدمة تعريفية عن الموضوع، ولكن يمكن اليوم نسبة من الأهالي بسنوات الأولى من عمر الطفل بتلاقيهم بيهتموا بس بدراسته بتربيته، لكن ينسوا أنه في جانب من المشاعر، فبصير استهتار واستهوان بهي المشاعر. خلينا نخبر المشاهدين من حضرتك شو نقصد بالذكاء العاطفي. ماشي، حتى هيك يكون قريب كتير لذهن المشاهدين، خليني أعرفه هيك تعريف بلدي مثل ما بقوله بسيط، وارجع للتعريف. هلا وانا جاي لقيت في طلاب كثير جايين من اولاد صغار، اهلين عم يضربوهم، لا بدك تروح على المدرسه، لا، والطالب ما بده يروح. هون يدور الاسره بهذا الذكاء العاطفي. او انت مثلا بتكوني قاعده على طاوله، ابنك بيوقع الكاسه، وقعت الكاسه وبتبلش تصيحي وتعيطي وكذا، هي الانفعالات كلياتها بتاثر على الشعور العاطفي عند الطفل حصرا. طب قبل ما انتقل انا لهذا الموضوع، خليني افهم شو هذا الذكاء العاطفي. دائما نحن الاهل، والله ابني حصل اكاديميا شاطر ممتاز، بينسوا انه في شيء اسمه ذكاء عاطفي، وبيجيك طفل تاني محنك، اهلا وسهلا فيك وكيفك، وبقدم هذا ما بيشوفوه. مين بيشوفوه؟ بيشوفوا الاخر اللي هو حصل دراسيا. فبمعنى عام خليني اقول شو هي الذكاء العاطفي. لاحظي كلمتين، ذكاء وعاطفي. الذكاء هو قدرة التكيف مع المواقف الصعبة من خلال العاطفة. العاطفة هي القلب، بينما الذكاء هو بالعقل، لأنه لكل إنسان عنده ذكائين، عنده ذكاء عقلي وعنده ذكاء عاطفي. العقلي إني عقل الأمور، العاطفي إني أنا شغل المشاعر. شو هي المشاعر اللي نحن دائما نحكي عليها؟ إذن بكل صراحة الذكاء العاطفي هو فهم مشاعرك، انفعالاتك، أحاسيسك وضبطها، فهم مشاعر الآخرين والتعاطف معها من خلال المشاعر اللي انت بتنحطي فيها. إذن ببساطة الذكاء العاطفي هو، خليني أقول، سلة فيها مشاعر سلبية وفيها مشاعر إيجابية. إذا كنت أنا رايح على مكان فيه سعادة بعطيهم الحب والسلام والهدية، وإذا كنت رايح على مكان حزين بعطيهم الألم والفقد. إذن هاي المشاعر نابعة من أفكارك مع ذاتك. إذن الذكاء العاطفي نفهم هاي المشاعر ونفهم ونضبطها مع ذاتنا، ونفهم الذكاء الآخر اللي هو الذكاء الاجتماعي اللي هو جزء من الذكاء العاطفي، ببناء علاقات اجتماعية وتوسيعة والتواصل الفعال، حتى نعيش ضمن مجتمع يسود الأمن والسعادة والرفاهية. فإذا هن الاثنين ما بنقدر نفصلهم عن بعض. دائما بيسألوني سؤال، يا ترى فينا نفصل العقل عن العاطفة؟ لا، الذكاء العاطفي يتناسب طردا مع الذكاء العقلي. بس يعني أين اللي بيغلب؟ نعم، أين القوى الأغلب؟ ما في أغلب، هي اسمها عقلنة المشاعر. دائما كمان سؤال آخر، إنه دائما الرجل عقلاني أكثر من المرأة، يعني المرأة بتفكر بعاطفتها عاطفية أكثر، بينما الرجل هو، هن الاثنين عاطفيين. أول ردة فعل لأي إنسان بالحياة عاطفية، يعني بيفكر، بيشعر، بيقرر، بينفذ. فالحالة الشعورية نتيجة الأفكار اللي أنا عم تأتيني من الخارج. ممكن أنا هلأ قاعدة
تشوفيني يا الله بتذكريني بأمي، يمكن تسمعي غنية تزعلي. هي المشاعر بتحركها الظروف، المواقف، الأشياء، الذكرى، الخبرة، الماضي اللي كنت عشتي. الوعي ما بين الوعي واللاوعي. فبصير طيب. عندك أمرار كتير بتفيق اليوم، والله مزاجي مجا عبالي إجي على الحلقة، اليوم نهاري معكر. وفعلا بيتعكر نهارك نتيجة الحوار الداخلي اللي أنت ما ضبطتيه. نحن علينا أنه نضبط هاي المشاعر. شو هي هاي المشاعر؟ في فرق كتير بين المشاعر والأحاسيس. المشاعر هي طاقة أنت موجودة عندك، إما طاقة إما تكون إيجابية أو طاقة سلبية، بالحالتين ما لازم أكبت هاي المشاعر. ومن هون إجت مهارات الذكاء العاطفي سواء عند الأطفال أو عند الكبار. عند الكبار. طيب اليوم ست رائدة، اليوم أنت موجودة لحتى يعني نستفيد من خبرتك ضمن هذا المجال. اليوم مو بس الطفل بحاجة لهذا الذكاء، نحن كل ما كبرنا كل ما طورنا طورت مهاراتنا عم نحتاجها أكثر، وخاصة بمجال الأعمال وبالمجال الاجتماعي. يعني اليوم أنا كيف قادرة أطور هذه المهارات؟ شو هي التدريبات؟ يعني أنا حدا ناري، يعني أنا طبعي ناري، بعصب فورا يعني وبهدى فورا يعني. كلنا بنعصر. تمام، سؤال حلو كتير وكلياتنا بنتعرضه بالحياة الواقعية. هلق الذكاء العاطفي مو بس مهم بالأسرة، مهم بكل مكان بالحياة. أصلاً أساس النجاح في الحياة هو الذكاء العاطفي. في ناس كتير بتلاقيهم معهم دكتوراه لكن فاشلين بالحياة العملية، وفي مدرس بتلاقيه دكتور ما بيقدر يوصل المعلومة لطالب، وفي عندك مدرس عادي عنده وسيلة، عنده خبرة، عنده ذكاء يوصل المعلومة. هون عندك 20% ذكاء أكاديمي و 80% هو الذكاء العاطفي. أنا شو بدي؟ عندي ذكاء لكن ما بوظفه بالمكان المناسب، عندي معرفة ما بقدر أوصلها. فأهمية الذكاء العاطفي بكل جانب، بالأسرة، بالبيت، بالحياة، بالعلاقات، بالناس النرجسيين اللي إحنا موجودين. فنحن الأهمية هي بتأدي أني أنا حل مشاكلي وكون هادية وقت تهدى المشاعر بتقدر تاخذي قرارات صحيحة، بتقدر تحلي مشاكلك، بتقدر تكوني أنت في بيئة آمنة لطفلك، لبيتك، لزوجك، لعملك، بزيد إنتاجك، بصير تفكري صح، بصير تديري صح. بس اهدي هاي المشاعر، خليني أنا ما أكبتها، مجرد أني أنا كبتها معناتها أنا بدها تأثر علي. احنا معي وجسدياً. علمينا اليوم كيف هدول نطوروا هدول القصص عنا، كيف بدي أطور أنا هاي الذكاء اللي عندي؟ أدي للعشرة مثل ما نقوله باللغة. لا أدي أهدي. ابنك صرخ، ابنك ما جاب علامات منيحة، ما بالضرورة أنا لا. نحن بدنا نهدى نعطيه تقنيات أصلا من أهم مبادئ الاستراتيجيات، التقنيات الأساسية لأي شيء بالحياة حتى لقلنا نفسنا نفرغ هاي الطاقة. كتابيا هدوء، عيطي، لعبي رياضة، رقصي، لوني، بس ما تخليه لأنه رح ينعكس عليكي جسدياً ومرضياً. نعم. لأنه المشاعر هي بوصلة الحياة. شو بقولن أنا دائماً؟ أعطوني طفل عمره 5 سنين لأعطيه قائد بالمستقبل من خلال التحكم بالمشاعر والانفعالات. أحلى ما نندم بعد ما نضرب الولد ونعيط عليه وليش هيك عملت وليش هيك سويت، يا ريتني ما عملت هيك، يا ريتني درت الغضب. إذا من أهم مهارات حتى أنا فعلاً يكون عندي ذكاء عاطفي بأي مجال من جوانب الحياة، الوعي الذاتي. هو على ذاتي. طب إذا أنا مو واعي لذاتي ولا مشاعري ولا عواطفي وما بقدر بتحكم فيها، بدي أتحكم بالطفل، بدي أتحكم بالطالب، بدي أتحكم بالمدير؟ لا، بدي أضبط مشاعري، أعرف نقاط ضعفي، نقاط سلبياتي، أهم شيء سلبياتي. في ناس كثيرة ما بتتقبل السلبيات، ما بتعترف. في منطقة اسمها منطقة عمياء عند كل إنسان. أنت ما بتشعري أنك عصبية لكن الآخر بيقول لك أنت لا ماني عصبية، لا أنت عصبية بدليل أنك أنت ما بتتقبلي. إذا الوعي الذاتي أنك تعرفي أهدافك، مبادئك، قيمك، ليش عايشة، بماذا تشعر، أعرف هاي المشاعر شو سببها، من وين إجت، ليش أنا معصبة، أقعد هيك أعمل هيك لحالي، أعرف أكتب 1 2 3 مشاعري كذا كذا حتى أعرف صنف هاي المشاعر، أعرف نوعها، ما أكبتها، عيشها، غيمة وبتطلع. حتى المشاعر الإيجابية كتير ما بيعبروا عن المشاعر الإيجابية، حتى المشاعر عبري بالفرح، بالسعادة، بالابتسامة، بالاحتضان، طلعي هاي المشاعر. في عندي 5 مشاعر سلبية وعندي مشاعر كتير إيجابية. شو هن الـ5؟ أساسية لكل البشر بالعالم: الحزن، الألم، الغضب، جلد الذات،
وعندي آخر نوع اللي هو الاشمئزاز. يمكن جلد الذات هو أصعب شيء أكثر شيء. وعندي مشاعر إيجابية للرضا، الامتنان، المحبة، الخير، التفاؤل، الابتسامة، كلياتها هي. ما في أحلى من جمال أني أنا غير هاي الأفكار، لأنه جذر المشاعر هي الأفكار، هي الحوار الداخلي. أنا بالليل بقول والله اليوم وجع على بال، مثل ما كنت بقول لحضرتك اليوم أنا مزاجي، نتيجة أنك أنت حطيتي هذا ببالك، أفكارك تحولت إلى مشاعر، المشاعر تحولت إلى سلوكيات، وفعلا بتلاقي حالك أنت بمكان ما أنت كنتي بتتمني. تمام. بس لحتى كفي أهم المهارات اللي هي ضرورية. نعم. أني أنا غير أني أوعى بذاتي، نظم هي المشاعر، اتحكم فيها، بعدين ارجع اكون عندي حافز لذاتي. اذا انا ما عندي حافز داخلي، انا بحب مثلا اكون مذيعه، اذا انا ما عندي حافز ما رح انجح. خلي عندي حافز، خلي عندي شغف، خلي عندي دافعيه لاعمل شغل. وسع العلاقات والمهارات الاجتماعيه، وابني صداقات مع الاخرين، وتعاطف معهم بالخير وبالشر، وقدم لهم المساعده. وقت انا قدم هي المهارات سواء بالبيت، بالاسره، بالمجتمع، علم هذا الطفل هي المهارات، كيف يتعاطف، كيف يحب. نعم. كيف يحدد مشاعره، كيف يصنف مشاعره، كيف يفهمها. مو والله اجي انا اقول له خلاص عيب تحكي، انت زلمه كبير، هاي كثير صعب، عم بكبته. بدنا نطلع من هي الحاله الشعوريه ونحولها الى حياه ودافع او فرصه حتى نتحول الى افضل واحسن بالحياه. صحيح. يعني يمكن ظروف الحياه اليوم، انشغال الاهالي، يمكن هنن عم بيكونوا بعيدين عن اطفالهم، فبالتالي عم تظهر هي المشاكل اليوم بالذكاء العاطفي عندهم. خلينا نوضح فكره استاذه رائده. اليوم في كثير من الاشخاص يمكن ما بتفرق بين الذكاء العاطفي والذكاء الدراسي عند الاطفال، ممكن تربط بيناتهم بشكل كثير كبير. بيقول لك اذا الطفل ذكي عاطفيا، عنده بيعرف يكون علاقات صحيحه، هو ذكي منفتح، بتلاقيه هو شاطر حتما بدراسته، والعكس صحيح. شو العلاقه بيناتهم اليوم؟ طبعا انا حكيت بالبدايه انه لكل حدا فينا ذكائين، عاطفي وعقلي. من صفات الطفل الذكي عاطفيا بتلاقيه مرن، كل رفقاته بحبوه، قيادي، بصير مشكله كلهم بيلتموا عليه، وين ما حطيتيه بياخذ وبيعطي، منه انطوائي، عنده تنوع، عنده مشاعر، عنده تفاعل، عنده محبه. السبب الأساسي هو البيئة الأسرية اللي طلع منها، لأنه البيئة الأسرية هي أساس الذكاء العاطفي. يعني أنا وقت بفوت الأب أو الأم بيعبروا عن مشاعر المحبة والتفاؤل قدام الطفل، الطفل هو قدوته بالبيت بالأساس هو أمه وأبوه، فهذا الشيء بيخليه يربى عاطفيا ويميز العواطف. لكن إذا أنا بدي أخجل من زوجي وزوجي يخجل مني، وما أقدر أنا أعبر عن هاي المشاعر أو عن حزني أو عن ألمي، ما بصير أنا زلمة، ما بصير أعبر عن مشاعر الحزن، أنا رجل. أنت عم تكبتي، وبالتالي عم بصير عنده عقد بالمستقبل. أنت عم تصنعي طفل عاطفيا واجتماعيا ومستقبليا. لازم نحن مسؤولية كبيرة. أول مسؤولية تقع على عاتق الأسرة، لازم يكون في عندي تواصل مع هذا الطفل، مو أعطيه الجوال وروح أو طعميه، لا، أعرف بشو عم بيفكر، شو عم بيشعر. ماما أنت غضبان اليوم كأنك جاي، عادي كلياتنا بنغضب، ماما أنت جوعان، عادي، أنت حزين، أنت شعري معه، انصتي له، مو سكوت، خلص من الآخر شو بدك؟ لا. خلي هذا التواصل، خلي كل يوم هيك بالليل نقعد خمس دقائق ناخذ ونعطي مع هذا الطفل، تفهم شو عم بفكر، خصوصا بهي الاوضاع الحاليه اللي نحن موجودين فيها. ما بصير تحزن، ما بصير تفرح، ما بصير تعبر، انت ولد يلا روح على دراسه. لا، هذا الولد هو الاساس، هو بنيه المستقبل، هو الوطن. صحيح. اللي بده يبني عليه لأسس الحياة المستقبلية. مثل ما ذكرتي بعض النقاط اللي هي بتبني هذا الطفل، نحن بعبارات جدا بسيطة قادرين نهضم نفسية أطفالنا، نهضم أحلام عندهم بحياتهم. شو هنن الشغلات، أو خلينا نقول العبارات اللي ممكن أنا أستخدمها كأم؟ أكيد ما أنا عن قصد، ما في أم اليوم بتحب تشوف ابنها ما أنه سعيد بحياته، ولكن ضغوط الحياة أنا بجوز أتفشش بهذا الطفل. أعطيه كم كلمة يعني يرجعه. حلو كتير. بحياته، وهذا لب الموضوع حقيقة. أول شغلة ما بحمله مسؤولية، بعلمه التلقين، أنا بجيب لك، أنا بطعميك، أنا بنقي لك، غراضك علي. هون بيفهم الولد أنه هو مقد المسؤولية، بالتالي أنت عم تقللي ثقته بنفسه. أي واحد. اثنين، لا عاد تحكي، أنت صغير، أنت سكوت، فوت على غرفتك،
بتقضي عليه وبتفكي هون بصير عقدة الذنب. أنا أتمنى مهتم بكلامي. العيب الثالث والأهم أكثر من هيك بتقول له ليك إذا ما رتبت أوضتك ما رح حبك، وإذا ما نجحت وجبت لي علامات ما رح تبتزه عاطفيا، فبيطلع معناته أنا ما رح تحبني أمي، وكأنه عم تنهي محبة الطفل بشيء مادي. هذا الشيء ما بصير. أكيد بالختام تفاصيل كتير مهمة، موضوع كتير مهم من حضرتك، بدنا نشكرك كتير، كنتي معنا اختصاصية التربوية الأستاذة رائدة باكر. أهلا وسهلا فيك. خليك أيامكم كلها سعادة يا رب. شكرا كتير. شكرا أستاذة رائدة لحضورك، أيامك كلها هيك عاطفية وانفعالات متزنة إلنا وإليك والأطفال. خلي أولادكم جميعا. آمين يا رب.